أبدأ بكلامي بعبارة مشهورة عن الموصل، نحكي الثقافة الموصلية عامة ثقافة متميزة وثقافة تمتاز بخصوصيات قد تختلف عن باقي أجزاء العراق. فمن حيث التلفظ بكلمات، فمعروف عن أهلنا بالموصل يلفظون حرف القاف كثيرا إضافة إلى إدغام الراء، فهذه من سمات اللغة الموصلية، وإضافة إلى كون سهل نينوى سهل منبسط وسهل كبير يشكل مساحة كبيرة من العراق، كانت عملية جذب حسب علم الاجتماع السكاني لكثير من المكونات والقوميات والأديان في الموصل. فمن هنا ولدت غزارة في الإنتاج إضافة إلى التنوع في الثقافة، مما انعكس إيجابا على الفن الموصلي الذي يمتاز بخصوصيته كونه فنا شعبيا متميزا. ونذكر بالذات دور المكون اليهودي والمكون السرياني الذين هم أقدم كنيسة في العراق، هم الذين أرسوا أسس الأغنية الموصلية باللهجة الموصلية المتميزة كما أسلفنا. إضافة إلى مسألة مهمة، وهي أن الموصليين مشهورون بأكلاتهم المتنوعة لدرجة أتذكر جيدا أن إحدى النساء السريانيات الذي كنا نتقاسم العيش معهم في محلة كمسارة ببغداد ميزت بين الكبة أو الجريش، المادة الأساسية للكبة كانت تميز الذي نظفت على الكاشي والذي نظفت على السمن بهذه الدرجة، وكانت تميز بين الراشي المطحون بواسطة الحجر والمطحون بواسطة المكائن البدائية آنذاك في الستينات. فهذه يدل على أن لديهم ذوقا فنيا وذوقا سليما، بالتالي أثرت هذه الثقافة الموصلية الكبيرة، إضافة إلى وجود كلمات داخل الأغاني الموصلية، كلمات كردية مثلا الأغنية المشهورة ياردلي، الذي لم يسمع هذه الأغنية ولم يعرف كلماته فهو ليس عراقيا، بل إنه جاء من كوكب آخر، لأن كل العراقيين متفقون على هذه الأغنية. وكلمة ياردلي كلمة كردية يعني تعني ياردلي أي قلب الحبيبة. فهذه كلها عوامل ساعدت على خصوصية مدينة الموصل والموصليين بالذات في هذه في الفترات الزمنية الذين تعايشوا وأثروا مدينتهم بثقافة مختلفة. حتى كلمة موصل اللهجة البهدينية يقولون ميصل، أي أن حرف الواو حذفت من كلمة الموصل، وهذه أيضا أثرت على كثير من الكلمات بحيث نرى حرف الواو في أماكن عديدة لا نراها، نراها كتابة ولكن لفظا لا نراها كتابة، وخاصة العشائر الكردية الأصلاء الذين سكنوا الموصل. فالحديث عن الموصل حديث مشيق وطويل، إضافة إلى أول مطبعة وصلت الموصل، إضافة إلى أقدم إسطوانة شمعية موجودة في المكتبة العثمانية هي من الموصل.